لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن مزرعة النخيل الأكبر في العالم، زي ما سيادة اللواء أحمد قال لنا. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. سيادة اللواء متقاعد أحمد علي الشرقاوي، قائد مزرعة توشكا واحد، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. كمان معانا المهندس عمرو سيد محمود، وهو مهندس نظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، شرفتونا. في صباح الخير يا مصر. سيادة اللواء، الأكبر في العالم. الأكبر في العالم، مفيش مكان في العالم فيه التجمع ده كله في نفس المكان. المزرعة توشكا فيها دلوقتي 1,350,000 نخلة مزروعة. المخطط ليها بنهاية العام الزراعي اللي احنا فيه 2022 انها توصل ل 2.3 مليون نخلة. فدي مساحة كبيرة جدا متجمعة في مكان واحد، مفيش مكان في العالم متجمع فيه نفس العدد. بدايتها بتتعمل ازاي؟ دي أول حاجة هنا في المشروع. أيوه، هي ابتدى مشروع النخيل وهو المشروع الرئيسي لمزرعة توشكا سنة 2018 في 6 أكتوبر. وصلنا النهاردة ان احنا قدرنا نزرع 1,350,000 نخلة، ومكملين بإذن الله لغاية ما نوصل ل 2.3 مليون نخلة إن شاء الله. طبعا في أنشطة تانية في المزرعة خلاف النخيل، يعني في عندنا الزراعات التحميلية. الجوار بتاعت النخيل بتتزرع بمحاصيل مختلفة، يعني بتتزرع بقمح، بكركديه، بشعير، بعصفر. محيط النخلة. محيط النخلة. محيط النخلة ده مساحته حوالي 2 متر مربع. فلما تضرب 2 متر مربع في 1,350,000 هتدي رقم كبير جدا. طبعا. يعني أنا حسبتها لقيتها 642 فدان حاليا. المساحة دي مرشحة انها تتضاعف لما نوصل للرقم الثاني اللي احنا هنوصله على اخر السنة بإذن الله. الرقم المستهدف. فده طبعا كمية كبيرة بنضيفها للانتاج بتاعنا للمزرعة. في زراعة تانية، يعني في بنزرع المانجا بأصنافها المختلفة، بنزرع الموالح، الليمون والبرتقال، بنزرع العنب باصنافه المختلفه. الحاجات دي طرحت مانجا، الليمون، البرتقال. المانجا هتطرح السنه دي باذن الله. العنب بيطرح، الليمون بيطرح، فالمانجا باذن الله السنه دي اول طرحه ليها ان شاء الله على خير باذن الله. ان شاء الله.